السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين؟ طبعا اصدقائي مثل ما شفتوا عنوان الفيديو، احذر تداول في الاوقات الحاليه لان في احداث مهمه راح تحصل بالغد. بهذا الفيديو راح نعرف شو ممكن يصير غدا وشو ممكن يصير لسوق العملات المشفره وشو عندي قرارات فيدراليه مهمه. قبل ما ابلش فيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفره، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الان. طبعا اصدقائي حاليا عندي علامة هبوط على البيتكوين على فريم من 15 جاية باستخدام مؤشر قناتنا اللي هو مؤشر ذا فيوتشر كوين. طبعا اصدقائي حاليا عندي انخفاض للبيتكوين ممكن يلامس منطقة ال 17300 الى 17200، واذا كسرنا الموفينج افريج 200 على الفريم من 15 جاية راح ننزل نتجه الى مناطق 17100. طبعا عندي مقاومة عنيدة كانت هي على 17500، وتكلمت بالفيديو السابق وقلت انه هذا الارتفاع ممكن يكون فخ لجلب المستثمرين وبعدين يصير هبوط في الاسواق. طبعا احتمالية كسر القاع لسه واردة على فريم الاربع ساعات لان المقاومة عم نفشل بكسرها عدة مرات، وكل مرة بنلمس هاي المقاومة عم نرجع بنشكل هبوط محترم جدا. بيتكوين حاليا عم بيواجه قرارين، قرار التضخم وقرار تداعيات البطالة. طبعا عندي التضخم حاليا 7.1%، السابق كان 7.7، حاليا عندي توقعات بانخفاض نسبة التضخم الى 6.5%، يعني 6.5% انخفاض البطالة من 7.1 الى 6.5. هذا امر سلبي على الدولار وايجابي لسوق العملات المشفرة. وكمان عندي تداعيات البطالة انه يرتفع تداعيات البطالة او ترتفع البطالة من 1694 الى 1705. طبعا هاي الارقام ما بتطلع دقيقة مليون بالمية لان بالسابق كانت البطالة ب 1718 وكان التقدير ينخفض لل 1708، ولكن انخفض الى ال 1694، وهذا الشيء سلبي على الدولار بسبب انخفاض في الدولار. لكن حاليا عندي ارتفاع، التقدير هو ارتفاع لنسبة البطالة، فممكن يرتفع البطالة وعندي احتمالية ترجع تنزل البطالة مرة ثانية، لكن عندي إيجابية على التضخم فممكن يكون عندي بعض الإيجابية بالنسبة لتقرير البطالة. لهيك ممكن تصير عندي تحركات وأحداث مريبة جدا في سوق العملات المشفرة وسوق الفوركس. لهيك يفضل إذا عندك ربح في الوقت الحالي تسكر صفقاتك على الربح وتأمن أرباحك وتنتظر قرار البطالة والتضخم لحتى تتجنب اي حركه هبوطيه مفاجئه بتصير بالاسواق. مثل ما بنعرف قرار البطاله او قرار التضخم دائما بصير بمبات او دمبات حسب نوع القرار، اذا كان قرار ايجابي او اذا كان قرار سلبي. اذا انت عندك مربح حاليا بتقدر تسكر صفقاتك، واذا فاتح صفقات وما في عندك خساره وما في عندك مربح بتقدر تحط ستوب لوز وتلتزم بالستوب لوز لحتى ما تتعرض لانعكاس بالسوق، وخاصة إذا أنت بتشتغل فيوتشر هيك انعكاسات سريعة بتسبب لك وتك. طبعا فوق ال 40 ألف مستخدم تلكودوا آخر 48 ساعة، وأغلب اللكودة كانت على عملة جالا. شو صار بعملة جالا؟ عملة جالا بعد ما أعلنت عن شراء لمنصة صناعة ألعاب طبعا ارتفعت العملة تقريبا 180%. حاليا عم نشوف انخفاض بالعملة، انخفضت العملة تقريبا 20%، والسبب انه منصة جالا او صفحة جالا على تويتر حذفت التغريدة اللي بتعلن شراكتها مع ذا روك ومع مارك وولبرج. هدول الشخصين كانوا بالبداية او هدول الممثلين عملوا اتفاقية مع عملة جالا انه يصنعوا اول فيلم على تقنية البلوكشين، طبعا يتم الدفع عن طريق عملة جالا. لكن بالامس عملة جالا مسحت هاي التغريدة اللي بتعلن فيها عن الشراكة، فمن الممكن تكون الشراكة انتهت بين ذا روك ومارك ويلباد وكمان مع عملة جالا. فهيك هاي الأخبار السلبية أدت لانخفاض العملة. وطبعا مثل ما تكلمت بالفيديو السابق لما كانت العملة بسعر 3 سنت قلت لكم هدفي هو منطقة ال 5 سنت، وبعدها العملة رح ترجع تصحح. أي انعكاس عند منطقة ال 5 سنت ندخل صفقات شورت، وهذا هو الانعكاس اللي صار. وطبعا احنا استغلينا هاي الفرصة ودخلنا بصفقة شورت عند منطقة ال 4.80 سنت. الى حد الان عندي مربح فيوتشر تقريبا 250%، وبنكمل الاهداف وهدفي هو منطقة 2.70 سنت. اصدقائي بنكون وصلنا الفيديو، واتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. مع السلامة ودمتم بخير.